يقال أن جمال الموهبة أهم من جمال الموهوب، لكن إن اجتمع الاثنان معا في إنسان ما فلا بد أن يكون شخصا غير عادي. أناستاسيا بارانيك فتاة روسية، عرض الأزياء هو أبسط مواهبها، فهي عازفة وراقصة وتمارس رياضتي الشطرنج والجمباز، بالإضافة إلى كونها معلقة رياضية، لكن موهبتها الأهم ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة. على الرغم من صغر سنها ومظهرها الناعم، ناسيا كما يطلق عليها تخفي قلبا شجاعا لا يهاب التحليق على ارتفاعات شاهقة. كل شيء بدأ بطريقة غير متوقعة. كنت في جلسة تصوير إعلانية ولعبت دورة مظلية، فقالوا لي ناستيا قد يكون من الأفضل أن تجرب القفز المظلي، يجب أن تظهري المشاعر الحقيقية، هيا بنا نقفز. أمي شجعتني على ذلك، وبما أنني كنت أمارس الرقص فقررت نقل رقصي من الأرض إلى السماء، ومنذ تلك اللحظة أسرتني هذه الرياضة ولا أستطيع الابتعاد عنها. في البداية طبعاً كان هناك خوف، وكنت أسأل نفسي ماذا أفعل هنا، ولكن بعد أن اعتدت على الأمر لا وقت لدي للخوف ولا أفكر بسرعة الكبيرة أو اقترابي من الأرض، بل أفكر بما علي القيام به وأن يكون كل شيء كما خططت له. الجميع يعتقد أنها رياضة خطرة، لكن بعد أكثر من 700 قفزة أستطيع القول أن هناك لحظات غير محببة فقط وليست خطرة. كأن لا تفتح معك المظلة، لكن هناك دائماً مظلة احتياطية لهذا الموقف، وهذا حدث معي 3 مرات. أولها كان في دبي عندما فقدت حذائي أيضاً في السماء وضاع في الصحراء. وأحياناً في مثل هذه المواقف تبدأ بالتفكير، أليست هذه إشارة لأتوقف عن الطيران؟ على الرغم من كوني من دفعها لممارسة هذه الرياضة، لكنني أقلق عليها كثيراً. وإن لم أكن موجودة في خلال التمرين أو البطولة، فإني أبقى على اتصال دائم معها، مع أن ذلك يشعرها بالعذاب أحياناً من كثرة اتصالاتي، إلا أن ذلك يجعلني مطمئنة. لكن التدريب في النفق الهوائي يساعدك على معالجة جميع المشاكل ويمنحك تقريباً التجربة الحقيقية بأكملها. هل تريد تجربته؟ نعم، هيا بنا. جاهز؟ جاهز. تجربة القفز الحر داخل النفق الهوائي قد تشابه إلى حد كبير التجربة الحقيقية، لكنها بالتأكيد أكثر أمانا. وفي النفق الهوائي يخضع المتدرب إلى سرعة رياح تماثل الحالة الحقيقية لسقوطه الحر في الهواء، مع إمكانيات التحكم وتغيير السرعات كما في مختلف الأحوال الجوية. وهنا تتدرب أناستاسيا على الحركات الفنية قبل تنفيذها في الفضاء، وتجرب مختلف التقنيات. وبسرعة رياح تقارب 200 كيلومتر في الساعة، الأمر لن يكون سهلاً إن لم تكن مدرباً وتتقن التحليق في الفراغ، لكن مع مدرب خبير وبعض التمارين الأمر لن يكون صعباً جداً. أن تكون حراً من قوانين الجاذبية وأن تشعر بإحساس الطيور، لعل هذا أبرز ما دفع أناستاسيا لممارسة هذه الرياضة.